غابة الأحجار في الصين. غابة الأحجار في شيلين الصينية عبارة عن مجموعة من الحجر الجيري المذهلة، تقع في مقاطعة شيلين بمقاطعة يونان، وتبدو الصخور الطويلة القامة تنبثق من الأرض مع العديد من الأشجار المتحجرة، يصل ارتفاعها إلى 30 متر. هرم دبي الخالي من الكربون. هرم دبي إحدى الخطط المستقبلية لمدينة دبي، وهو على شكل هياكل تعمل على الطاقة الشمسية، وهي خالية من الكربون تماما، ويبلغ ارتفاع الهرم العملاق حوالي 1200 متر، ويغطي مساحة 2.3 كيلومتر، وتبلغ طاقته الاستيعابية للسكان حوالي 1,000,000. والإهرام ليست بحاجة لطرق النقل بالسيارات، لأنه سيعتمد على نظام نقل خاص. كهف الجليد في كاماتشاتكا يقع في الشرق الأقصى من روسيا بالقرب من بركان مونوفسكي كاماتشاتكا، حيث تتجمع فيه الحمم الساخنة والثلج، وبدأت تذوب الأنهار الجليدية في الآونة الأخيرة على براكين كاماتشاتكا بسرعة كبيرة، وأصبحت الطبقة العليا التي على الجليد رقيقة جدا. أغلى شقة سكنية في العالم تقع في جنوب القارة الأوروبية على الضفة الشمالية للبحر المتوسط، وتحتضن أغلى شقة سكنية في العالم بعدما تم فيها بيع بنت هاوس، يبلغ مساحته 1600 متر مربع ب 306.5 مليون دولار. شاطئ الرمال السوداء. شاطئ بيوناليو في جزيرة هاواي الكبرى، ويعتبر من أكثر الشواطئ زيارة من بين الشواطئ السوداء القليلة الموجودة حول العالم، وتكونت الرمال السوداء من الصخور التي قذفتها الحمم البركانية، ثم بردت حرارتها عند التقائها بماء المحيط وتفتتت لتشكل رمالا سوداء تضفي على الشاطئ جوا من الأساطير الخيالية. أكبر طائرة في العالم إيرباص أي، من أكبر الطائرات الركاب في العالم، وهي طائرة ذات طابقين وتعمل على 4 محركات نفاثة من نوع ترينت 900 من صنع رولز رويس، والتي تتكون من طابقين أنتجتها شركة صناعة الطائرات الأوروبية إيرباص، وأقلعت طائرة في أول طيران فعلي لها في 27 أبريل 2005 من مطار مدينة تولوز إحدى مدن جنوب فرنسا. قامت الطائرة بأول رحلة تجارية لها في 25 أكتوبر 2007 مع خطوط الجوية السنغافورية، وكان خط الرحلة سنغافورة سيدني، وكانت الطائرة تسمى أثناء عمليات التطوير وقبل ظهورها للنور باسم إيرباص، وأطلق على الطائرة فيما بعد لقب سوبر جامبو كونها أكبر طائرة ركاب مدينة حديثة. جمال الطبيعة في الهند. المطعم المعلق على كهف في بيتشانغ. مطعم فانغ وانغ يقع في الصين في مقاطعة هوبي
ويبعد حوالي 12 كيلومتر شمال مدينة بيتشانغ والمطعم، وتمتد أمامه المناظر الطبيعية الخلابة والمنحدرات حيث مصب نهر اليان غستي. سحر الأندلس، قصر أشبيليا والباحة الرائعة التي تتوسطه. مدينة العلوم والفنون، أجمل المباني المعمارية في بلنسيا. مدينة الفنون والعلوم هو مجمع معماري عبارة عن 5 هياكل مقسمة إلى 3 مجالات: الفن والعلوم والطبيعة، ويقع في مدينة بلنسيا الأسبانية، وتبلغ مساحته 350 ألف متر مربع، وصممها المهندس المعماري سانتياغو أغرب نفق في اليابان. يعتبر برج جيت تاور في أوساكا باليابان من أغرب المباني التي شيدها الإنسان، حيث يختلق هذا المبنى المكون من 16 طابقا. طريق سريع، فقسم البرج إلى جزئين، وجاءت فكرة التصميم بعد رفض الحكومة اليابانية طلب شركات المقاولات المسؤولة عن تشييد البرج، فقد كان المشروع الطريق في قائمة المشاريع التي تعتزم الحكومة إنشاؤها في المنطقة نفسها، وبعد مفاوضات ودراسات دامت 5 سنوات وافقت الحكومة على التصميم الحالي. أعلى جسر وأخطر جسر معلق للمشاة. افتتحت سويسرا أعلى جسر في جبال الألب بارتفاع 1500 قدم، ويسمى جسر كليف تيتليس، ويعتبر أعلى وأخطر جسر معلق في أوروبا، ويرتفع عن سطح البحر حوالي 9000 قدم. الأعجوبة الثامنة في العالم، قصر كولومنا، تم بناؤه بين عام 1667 و 1672 في عهد الهادئ أليكسي، وبعد 100 سنة هدم القصر بسبب دعاماته، إلا أنه تم إعادة بناؤه مرة ثانية في زمن الإمبراطورة كاترين الثانية، وتم إعادة بناء القصر على الطراز القديم بقيادة إيفاشكو، وتم اختيار أفضل الفنانين من موسكو ومن المدن الأخرى في جميع مراحل إعادة بنائه، وشارك 226 عاملا من 20 مهنة مختلفة في العمل، إلا أنه تم إنشاؤه من الصلب والخرسانة المسلحة، وصمم القصر الخشبي لإظهار عظمة سلطة الروس وقيصر للضيوف الأجانب، ويحتوي على 270 غرفة وتبلغ مساحته 7239 متر مربع. منزل تحت الأرض، تم بناء هذا المنزل بولاية كاليفورنيا الأمريكية بفكرة غريبة وبشكل مبسط، تم إنشاؤه تحت الأرض. أول تلفريك مكشوف بطابقين في سويسرا. كشفت سويسرا عن التلفريك الجديد ذات الطابقين الأول في العالم بالقرب من مدينة لوسيرن في ستانز في وسط سويسرا، وتحولت العربة إلى المعلقة بسلك تلفريك مكشوف السقف، فريدة من نوعها في العالم في غصون أشرق